الإملاء من أول السطر، البورصة المصرية من أول في وسط العنوان، السطر البورصة المصرية من أول السطر، ما يحدد مكسب وخسارة الشركة هما العرض والطلب فاصلة، ومعناهما أن هناك زيادة في مش في تاني من الأسهم. الفصل؟ ت مربوطة، أو تاء مربوطة، زيادة. أنا كتبت البورصة المصرية ما حطت مكسب وخسارة الشركة. لما تسمعني أحسن، هما العرض والطلب أيوة فاصلة، ومعناهما تحت الفصل ومعناهما الأول، نعم أكيد تحت الفصل الأول. اه كمل يلا. ومعناهما ان هناك زيادة، ومعناهما ان هناك زيادة في الاسهم، بس كفاية عليكم كده. يلا كله يصورها لي يبعتها لي على الجروب. بس انا زي بس هراجع وبعدها هصورها. ماشي بعد طيب الحصة ان شاء تمام، الله يا مس، لان مش بعد عارفة ابعتها الحصة دلوقتي. دلوقتي مش هينفع، بعد الحصة نصورها ونبعتها. يلا بقى نسمي الله كده. مس هو الأول ينفع انت هنبدأ، تبعت لنا الكتاب PDF؟ أنا بعتها على فكرة الحصة اللي فاتت، بعتها على الجروب. طب معلش يا مس، اول مريم يوم ليا ازيك يا النهارده. مريم، عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. حاضر انا هبعت لكم تاني. حاضر يا محمد، هبعت الكتاب تاني عشان انت لسه جديد معانا. طيب يا شباب، احنا نشرح النهاردة الهمزة المتوسطة. هنشرح ايه يا شباب؟ عند المتوسط. ماشي، ايه هي بقى الهمزة المتوسطة؟ هي همزة توجد في وسط الكلمة. تكتب الهمزة المتوسطة على ايه؟ ليها 4 حالات. اول حالة ممكن تتكتب على الالف يا سما يا فارس، ممكن تتكتب على الواو يا مريم، ممكن تكتب على الياء يا عبد الله ويا محمد. 4، تكتب على السطر يا سما يا أيمن. مركزين معايا يا حبايبي؟ طيب هاي تيك الألف مثل إيه؟ يعني إيه تكتب على الألف يا مس؟ يعني تبقى موجودة في ألف وسط الكلمة ويكتب عليه. يعني إيه؟ يجي قبليه إيه؟ الألف ده بيكون مد، زي سأل، زأر، تأخر، اطمأن، رأس، فأر، يسأل، نشأ. يبقى يكتب الهمزة المتوسطة أول صورة ليها على الألف. تاني صورة بتكون على الواو، مثل مؤمن، مؤلم، يؤيد، يؤثر، مؤدب، سؤال، هؤلاء. يبقى تكتب تاني حالة ليها على الواو. طيب تالت حالة للهمزة المتوسطة تكتب على ايه؟ على الياء، زي ذئب، بئر، فئة، سئلة، بائع، رضيئة. طيب الرابع حالة تكتب على السطر، طيب زي ايه؟ تضاءل، تساءل، تفاءل، مملوءة. طيب عايزين نعرف امتى نكتب الهمزة على الف، وامتى نكتبها على واو، وامتى على ايه، وامتى على السطر. اول حاجة على الف، اول حاجة اللي هي ايه؟ على اول حاجة الكسرة. امتى تبقى مكسورة؟ لما تيجي الهمزة الحرف الذي يناسبها في الكسرة هو النبرة. زي إيه يعني؟ الحرف اللي يسبق الهمزة لو كان كسرة يبقى تكتب الهمزة على نبرة. طب إذا سبق الحرف بتاع الهمزة الضمة هتكتب على واو. طب إذا سبقها فتحة يبقى تكتب على ألف. طب إذا سبقها سكون بيكون في هنا معركة ما بين، بنسميها معركة بين الحركات، من مكان الهمزة المتوسطة. لكن في الحالة دي بتكتب الهمزة المتوسطة على الإيه؟ على السطر. اتفقنا يا شباب؟ تمام طيب يا مس، لو سمحت سؤال. اتفضل. هي مش الهمزة المتوسطة ديت احنا مش كنا خدناها في الترم الأول؟ ايوه برافو، بس هي عندنا تاني في الترم التاني، وعندنا المفعول به، عشان احنا هنكمل بقى حاجات على النحو ده. يا شباب احنا معانا النحو ده متراكم من اول اولى ابتدائي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يارا ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله.
بس احنا ما خدناش عربي بكون نعم ليه ما خدناش حصة العربي بكرة؟ ماشي، حصل بس تعارض في الحصص، وإن شاء الله بنظبط الجدول وخدنا العربي النهارده. نعم ماشي يا ممكن يارا. أنام. طيب يلا حبايبي، كيف نكتب الهمزة المتوسطة؟ هنحدد حركة الهمزة وحركة الحرف الذي يسبقها، ونقارن بين الحركتين. زي سوقي لا، تكتب الهمزة على إيه؟ على نبرة. لماذا؟ ليه؟ عشان جه قبلها إيه؟ السين عليها ضمة، والكسرة هي الأقوى، تبقى سوقي لا. أهي مش إحنا قسمنا الهمزة، يبقى تكتب على نبرة. طب كلمة سؤال جه قبلها ضمة، السين مضمومة، فكتبت الهمزة الحركة الأقوى بتاعتها على الواو. طيب سألة، كتبت الهمزة على الألف، لأن حرف السين هنا عليه فتحة، فكان نفس الحركة هي الألف. الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد الألف تكتب على السطر مثل إيه؟ تضاءلة، تساءلة، براءة، كفاءة. تمام يا شباب؟ تمام تمام. ندخل بقى على الإجابة. ممكن يلا صراحة دي أول حاجة حاجة غير قولي مين اللي بيسأل؟ قولي يا محمد أنا بتسأل؟ بقول أنا لا يا يا مس، سيارة بقول أروح أجيب حاجة أو أيه ممكن إيه؟ علي صوتك يا أي يارا. أروح أجيب أروح أجيب حاجة طب سريعا يا يارا عشان تجاوبي مع زمايلك. يلا أول واحد محمد مجدي، دي إيه؟ أيوة مس أنا فكرت حركة أكتب غلط مش عارف حروف أنزلها، الكلمة. نعم؟ فكرتك تقولي عشان أنا بسأل بس أنا مش بسأل، رفعت إيدي بالغلط مش عارف أنزلها. طيب عندنا هنا مؤلم، بص الميم عليها ضمة، مؤلم، هتكتب ازاي المؤلم؟ على واو برافو عليك، هتكتب الهمزة الهمزة على على واو، واو. هتبقى ايه؟ مؤلم. طيب تمام. سما فارس، نعم سؤال، سؤال، هتكتب ازاي؟ تكتب على الهمزة على واو برافو عليك، على واو. سما أيمن، مؤدب، تكتب ازاي؟ مؤدب. هتكتب الهمزة على واو. برافو عليك، على واو. عبد الله، يسأل، تكتب الهمزة فين؟ برافو عليك. ذئب، يا مريم، تكتب الهمزة فين؟ علياء برافو. ذئب، ذئب على في ياء، سنة كده ايوه على ياء، اللي هي على ايه؟ على سنة. مين؟ يارا، جيت يا يارا ولا لسه؟ جيت يا مس طيب يا حبيبي يلا حلي يا يارا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لا نقط المجتهد عمله، عايزين نقول ايه؟ لا ايه؟ يؤخر لا يؤخر المجتهد عمل مش مال صوتك يا يارا، تعبان ولا ايه؟ سلامتك، أخ ألف سلام عليك، مش قادرة ألف سلام عليك حبيبتي. يلا مريم، حصل المتهم على نقط من التهمة. على براءة أنهي واحدة؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثالثة أيوة برافو عليك، هتكون الثالثة. مروان، قرأت قصة الأسد ونقط. مروان نعم يلا جاوب يا حبيبي، قرأت قصة الأسد ونقط، الأسد والإيه؟ ده أول واحدة برافو عليك. يلا مين معانا تاني؟ محمد نجدي، التلميذ المعلم، نقول إيه؟ يسأل ولا يسؤل ولا يسأل؟ أنهي واحدة؟ ثانية واحدة محدش يكتب التلميذ حاجة على البورد يا حبايبي، أول واحدة برافو عليك، أول واحدة، محدش يكتب حاجة على البورد يا حبايبي. بما إن احنا الحصة دي يعني ما كناش هناخدها، ممكن لو خلصنا بدري نخرج بدري. طب اشمعنى؟ انتوا تعبانين النهارده ولا ايه؟ بس اصل احنا كان عندنا دروس انا عن نفسي تعبان. لا، انا بصراحه لا، لا تعبان هو احنا ميعاد حصتنا زي ما هو.
ربنا يسهل الحال كده ويسهل لنا الوقت بأمر الله ويبارك لنا في الوقت ونخلص على طول. اكتشف الخطأ في كل جملة وصوبه، هذا تلميذ مؤدب. هتكون ازاي يا شباب؟ مين يلا اللي يا هنقدر يمس؟ يلا سامة فارس، هذا تمام. تلميذ مؤدب. مؤدب هي الخطأ ما تبقى ميم وواو عليها همزة. هتكتب الهمزة على الواو. يلا سامة أيمن، هذا الفأر حيوان صغير، الكلمة الخطأ هنا. الفأر حيوان صغير. طيب هتكتب ازاي؟ ايه الكلمة الغلط وقولي لي الصح ايه؟ الفأر اللي غلط ماشي، هنصححها ازاي؟ الهمزة تكتب فين؟ هنكتب ألف سوري الهمزة على الألف، قولي لي أيوة كده يا سامة، ألف لام قولي لي ف الهمزة على الألف بس يا أو سامة. الهمزة على الألف ماشي، سوري. أنا عايزة بس الهمزة على ايه؟ رأيت حادثا مؤلما يا مروان، ايه الكلمة الخطأ؟ رأيت حادثة المؤلمة مين؟ خطيئة نور مؤلمة الدين. نور الدين الحمزة على معانا؟ الواو برافو عليك، نور الدين. حصل المهتم على البراءة المتهم على البراءة برافو، البراءة. ايه اللي غلط هنا؟ البراءة برافو، هتكتب الهمزة على ايه؟ البراءة على ثانية مس على اللي هو ثانية مس براحتك يا حبيبي، انت جديد معانا يا نور؟ أيوة يا مس ماشي يا حبيبي، البراءة الهمزة تكتب على السطر، الهمزة تكتب على الايه يا نور؟ على الصوت مش هتكون كده يا نور، ثواني، هتكون الهمزة أي على تمام السطر. تمام يا مس اللي كده الألف وبعد كده الهمزة على السطر. أيوة برافو عليك يا نور، تمام تمام يا حبيبي. طيب حد كده مش فاهم الهمزة المتوسطة؟ لا هاتي. تمام يا مس تمام يا لا حبيبي. يا مس طيب تعالوا ناخد بقى الدرس بتاعنا النهارده، اللي هو بتاع صرع في مصر او مين درس الدرس كم يا مس الدرس التاني. تاني يا مثلا ما حضرتش الدرس الأول. احنا هنراجع تاني ان شاء الله يا شباب، هيبقى في حصة كده الحصة الجاية نراجع تاني على أول درس سريعا، ماشي؟ اللي هي بتبقى آخر حصة في الأسبوع. لا صنع في مصر يا مس أو هناخد صنع في مصر. صفحة كام يا شباب؟ قولي لي كده بسرعة، يلا قول زمايلكم صفحة كام اللي فتح ويقول لي. 56 مس يا ده، مس 56 مس هو ده كتاب الوزارة؟ ستة لا حبايبي، وخمسين ده كتاب سلاح التلميذ. طب ممكن تبعتوا لنا PDF حاضر، عينيا، أنا بعتها الحصة اللي فاتت يوم الحد وهبعته تاني. حاضر، يلا سما فارس اقرأي. حاضر يا بس نفس القصص هنا في مصر اتفقت مع أصدقائي على أن نقضي يوم الأجازة معا وتجمعنا نحن وعائلتنا بأحد الأماكن العامة وأحضر كل منهم ما لذ وطاب من المسليات وقد كان غرضنا من هذا الالتقاء الترفيه والاستمتاع لكل ما عرفناه لكن لكن ما عرفناه كان اسمي أسمى وأجل، أسمى معنى أرقى يعني. وقد لفت انتباهي أن الكيس الذي كان معي مكتوب عليه صنع في مصر فنظر كل منا للأكياس التي معه وإذا هي أيضا مكتوب عليها صنع في مصر نظر صديقي عمر على محمل الدعاب للرداء الذي كنت أرتديه وهو يضحك ويقول يا أحمد وهو أيضا صنع في مصر برافو عليكي. طيب يلا يا مروان، طلع لي من هذه القطعة همزة متوسطة اللي احنا لسه شرحناها. الهمزة المتوسطة بتكون في وسط الكلمة مش احنا لسه شرحنا؟ عايزة همزة أوكي متوسطة. أصدقائي أصدقائي، برافو. طيب عايزة حاجة كمان يا سما أيمن، حاجة ماشي بقول همزة واحدة متوسطة. طب قولي يا حبيبي، انا قلت سما ايمن، هي عارفه، قولي يا سما عارفه، لو هي مش عارفه اقول همزة متوسطة غير اصدقائي.
وعائلتنا برافو عليكي، وعائلتنا. مروان، عايزة اسم إشارة. مين اللي بيتكلم وصوته بيقطع ده؟ سامع. انتي الصوت عندك في مشكلة، انتي اصلا صوتك بيقطع، ولا مين اللي بيتكلم؟ تمام. طب اقفلي المايك يا مريم عشان نقدر نحدد الصوت من عند مين، مريم ولا سما؟ لا يا تيتشر مش عندي، اكتبوه في الشات. طيب اللي عنده الصوت بيقطع وفي مشكلة يعرفني. تقريبا مريم صح؟ مريم افتحي المايك تاني كده، سمعانا كويس؟ لا يا تيتشر لسه فاتحها دلوقتي. الصوت مش بيقطع من عندي، الصوت بيقطع من عند سامي. طيب تمام، تعالوا يلا نكمل. طلع لي يا مروان اسم إشارة من هذه القطعة. نور الدين، طلع لي فعل ماضي. سونيا يعني اطلع اسم اشارة. اه طلع اسم إشارة. مريم، حرف اوكي جر. سونيا حرف يا ميس. جر مين من، برافو عليكي. انا قلت مين؟ ميس مروان. سونيا يا ميس ماشي، سونيا. برافو برافو عليك، هذا برافو برافو. آه، عبد الله، عايزة ضمير غائب. ضمير غائب. بسرعة نزل مس، انا ايه؟ ما جاوبتش. هي مين ما يا مس، جاوبش؟ يارا، هي يا مس، محمد مجدي. محمد مجدي. حاضر يا محمد، احنا ماشيين بس اهو هي بقى. برافو هي عليك، هي، برافو برافو. طيب قول لي، عايزين وعايزين برضو ضمير غائب كمان. يا مين؟ يا يارا، ضمير غائب كمان غير هي. محمد مجدي، عايزة اسلوب ايوه نداء. يا احمد. برافو عليك يا محمد، احسنت. يلا يا يارا، طلعي لي ضمير غائب تاني غير هي. زميلك قال هي، في ضمير غائب تاني؟ أشوف بسرعة يا يارا، أنا عايز سريع يا شباب. نفس الصوت عندنا اللي كان بيهلع عشان النت فصل. آه، أنت يا سما يا فارس؟ أيوة ماشي حلو. أيضا هو، برافو عليك يا يارا، هو. طيب يا شباب، هو هنا بيقول إيه؟ اتفقت مع أصدقائي على أن نقضي يوم الأجازة معا، وجمعنا نحن. طيب قولي مين اللي ما جاوبش؟ سما فارس، قولي لي نحن دي ايه يا سما؟ نحن مش ضمير مخاطب، قصدي ضمير متكلم. برافو عليكي، ضمير متكلم. كده يا شباب، احنا طلعنا من اول قطعة في الدرس كل النحو اللي فيها. طيب قولوا لي، عايزين دلوقتي فعل مضارع. يا مين؟ يا نور. نور ما سمعتش صوته، يلا قولي يا نور فعل مضارع، وقولي ليه قلنا عليه فعل مضارع. فاهم مضارع نقدي. برافو عليك، نقدي. مين تاني ما جاوبش يا شباب؟ كله جاوب. طيب عايزين ايه؟ تمام كده كويس. طيب هو هنا بيقول ايه في القطعة؟ اتفق مع اصدقائي يوم الاجازة ان هم يتجمعوا عائلتهم في احد الاماكن العامة، يعني حديقة كده، وكل واحد احضر اللي هو عايزه، ملابس وطاب، حاجة طيبة وجميلة من المسليات. تمام، وقد كان عرضنا من هذا اللقاء الترفيه والاستماع، كان غرضهم ان هم يترفهوا ويستمتعوا. فكان الكيس مكتوب عليه صنع في مصر، فنظر كل منهم للأكياس التي معه، وهي ايضا مكتوبة عليها هذا. فنظر عمر لإيه؟ نظر صديق عمر على بمحمل الدعابة. دعابة قصده هنا الايه؟ الهزار يعني، كان بيظهر معاه، وقال له الرداء اللي انت بترتديه ايه؟ برضه صنع في مصر. يلا نكمل، مين هيقرأ لنا؟ نور الدين، نسمع محمد صوته. مجد. نور الدين، انا يا مس. نور الدين اقرأ. تمام يا مس. رد مجدي اضحك ان القطن المصري افضل قطن بالعالم، وان مصر كما قال معلم الدراسات بها العديد من الصناعات المحلية والعالمية، ومع احتدام الحوار لمحت عمي لمحت عمي سعيد سعيد. والد عمر آتيا على وجهه نظرته فرحا معلقا رويدا. يا شباب بس أنا عاوز الفرد أقرأ. كذلك حاضر الصناعات يا مروان. كذلك تصدر العديد من المنتجات للعالم بأسره مصر غنية بمواردها.
علقت سائلا سائلا، هل هناك صناعات بعينها تشتهر بها مصر؟ بس. يلا يا مروان قول لي، هل هناك صناعات بعينها تشتهر مصر؟ ده اسلوب ايه يا مروان؟ ده اسلوب ايه؟ هل هناك صناعات تشتهر بعينها تشتهر بها مصر؟ استفهام، أسلوب استفهام. برافو عليك. هو هنا ايه رد مجدي قال له اتضحك ان القطن المصري إيه؟ افضل؟ رد مجدي على عمر وقال له ايه، انت بتضحك، القطن المصري افضل قطن في العالم. كما قال معلم الدراسات، مصر بها العديد من الصناعات المحلية والعالمية، ومع احتدام الحوار لمحت عمي سعيد والد عمر ياتي ايه على وجهه نظرة فرح معلقا رويدا يا شباب، يعني اهدأوا يعني. بالفعل مصر بها العديد من الصناعات وبتصدر العديد من المنتجات للعالم بأسره، العالم بأكمله يعني. بقول له ان مصر غنية بالموارد. وعلقت سائلا، هل هناك صناعات بعينها تشتهر بها؟ تمام. يلا يا مريم قولي لي اسلوب نداء من هذه القطعة. يا شباب، برافو عليكي. طيب قولي لي يا مين، نور الدين، لا قرأ نور الدين، عبد الله، عايزة قول لي أتضحك ده أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام مع إيه؟ مع تعجب. تعب. لما بنلاقي يا حبيبي، لما بنلاقي علامة استفهام وراها تعجب يبقى نقول ده أسلوب استفهام مع تعجب. اتفقنا؟ تمام. طيب عايزة فعل مضارع يا مروان، لا مروان سأل مريم، فعل مضارع. فعل مضارع أتضحك. تضحك. مش تمام. سما أيمن. يا مس أتضحك دي مش فعل مضارع. هي فين؟ هي تضحك، هي تضحك فعل مضارع. هي فين؟ طيب قولي السطر الكام يا مريم. بصي يا مريم، احنا عندنا أفعال مضارع تصدر، هي لسه بتصدر ماشي، ايوه وعندنا ايه تاني هقولك، أفعال مضارع. انت جبتي فين أتضحك دي؟ سطح. أتضحك ده أسلوب استفهام، لا هي تصدر يا مريم ماشي. يلا تمام. سما أيمن. سما أيمن عايزين حرف جر والاسم اللي بعده اعربيه. حرف غر بس، وينفع نقرأ القطعة اللي بعدها؟ من الصناعات، من الصناعات. برافو عليك. مين مش من، اسمها مين الصناعات. اعربي لي بقى الصناعات يا مين. مين اللي ما جاوبش معايا دلوقتي؟ يارا. يلا يا يارا أنا اعربي لي شاطر. الصناعات. حاضر يا باشا. الصناعات صنيع بها العديد، اسم مجرور. برافو عليكي، كملي اعربك يا يارا. اسم مجرور وعلامة جره الايه؟ مش جرى الضمن لأنه جمع مؤنث السالم. علامة جره الايه؟ مش سامعة. لأنه أنا مش سامعة جمع علامة جر ايه؟ بقول الضمة لأنه خطأ، أنا جمع. عمالة أقول برضه أنت بتقولي حاجة غلط. غلط الضمة ليه؟ الصناعاتي مجرور الكسرة بكسرة عشان ده جمع مؤنث سالم يا يارا، عشان دموع. ده اسم مجرور، اسم ايوه عشان هو مجرور. ايوه كده هيبقى ايه، مجرور وعلامة جر الكسر يا شباب. تمام. هو مين مش اللي قرأ أول قطعة؟ على ان أنا فاهمة. الوحيدة المعروفة الياء مجمع مؤنث سالم، هي الوحيدة المنصوبة بالياء. مش سما بالنسبة فارس. لي شيء سما فارس اللي قرأت أول قطعة صح؟ يلا يا مصطفى، ايوه. طيب الدور ده بقى على البنوتات. يلا يا سما أيمن هتقرأي 3 سطور بس. 3 سطور بس. يلا اول 3 سطور. الصوت بيقطع. ممكن تخلص حاضر. قراءة رد بعدها؟ فعل.
ماشي يا مروان، أرد قائلا يلا نعم بس. في مصر تشتهر أنا بقى بصناعة المنسوجات القطنية والفخرية لا، والنحاسية وكذلك والفخارية. والفخارية والنحاسية وكذلك الأسمدة والسيراميك والرخام. إذا يعد الرخام المصري إذ من أفضل الأنواع يعدوا بالعالم. سما سما سما، ما تاكليش إذ الكلام، انت جعانه ولا ايه؟ ما فطرتيش ولا ايه يا سما؟ إذ إذ يعدوا يعد الرخام. الرخام المصري من أفضل الأنواع بالعالم، والدول تهتم الدولة بالصناعة والدولة تهتم بصناعة اهتماما بالغلة بالغا، بالغا، كما إنها تدعم قاطعا لإنشاء المشروعات الصناعية قطاعا يا سما، قطاعا قطاعا لإنشاء المشروعات الصناعية وتجري عددا وتجري عددا. وتجري عددا من الإجراءات لمساعدة لمساندة هذه لمساندة هذا بس. هذا يلا يا محمد مجدي، وبعد كده مروان. اقرا لي يا محمد يا مجدي سطرين. يا مستر أنا عايز أقرأ من قراءة. حاضر. القطاع كتوفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وذلك تحقيق اللحظة دي واحدة كده بس مش باينة. الخطة الدولية لزيادة حجم لخطة الدولة الصادرات. لزيادة حجم الصادرات. سأل مجدي: هل هناك شيء أصبحنا نكتفي نكتفي بصناعته بصناعتنا فقط؟ فيه فقط؟ طب شباب، لما الزوم رد يفصل عمي تاني، ها؟ سعيد. نعم عفوا يا لما مس، الزوم يفصل هندخل تاني، لما الزوم يفصل هندخل تاني. كمل يا مروان. رد عمي سعيد. عن نفس اللينك. رد اه عمي سعيد. نعم، فمصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر يا سكر السكر بنسبة 90%. انا كنت فاكرة ان السكر والكيمياء بعدها مع بعض، فما اه كنتش عارفة اقراها. ماشي حبيبي. السكر بنسبة بنسبة 90% أو 100% من ومية في المية الخضروات، و100% من الخضروات والفواكه والبيض والأرز في طريقتها طريقها للاكتفاء للاكتفاء من من السلع السلع الأخرى. الأخرى. يلا يا يارا، طلعي لي اسم إشارة من القطعة. يارا حاضر. اسم حاضر يا إشارة عبد الله. اسم إشارة لا أسلوب لا استفهام يا عبد الله، يعني مش طيب ثانية طيب أجيب ما هاتي براحتك. على ما هي هو يدور على السؤال بتاعه وانت تدور على السؤال بتاعك، ايه ماشي يا المشكلة؟ مستر. تعال ماشي. يارا السطر التالت يا يارا، يا تعبانة سلامتك يا قمر. اسهل لك الدنيا شوية عشان انت تعبانة. السطر التالت بصناعاتنا فيها فقط. برافو عليكي. بقول لي من اول السؤال: هل هناك شيء اصبحنا نكتفي بصناعتنا فيه فقط؟ ده اسلوب استفهام. هذا برافو عليكي. هذا يا يارا، هذا يا شباب اسم إشارة. تمام يا يا مين معانا؟ يلا يا نور، عايزة جمع مؤنث سالم. نور تمام يا مس. ثانية. الصناعة المنسوجات. المنسوجات. برافو عليك. والمشروعات والصادرات دي كلها، والخضروات. جمع مؤنث سالم معانا كتير جدا في القطع. ماشي يا شباب. هنا بيقول ايه؟ رد قائلا نعم، مصر بتشتهر بصناعات المنسوجات القطنية وكمان الفخارية والنحاسية. يعني بتصنع القطن والفخار، عارفين اللي هي الأواني الفخارية، وكمان النحاسية، الأواني المصنوعة من النحاس، وكذلك برضو الأسمدة والسيراميك والرخام. إذ يعد الرخام المصري أفضل أنواع بالعالم، والدولة بتهتم بالصناعة اهتمام بالغ، اهتمام شديد يعني، كما أنها بتدعم قطاع لإنشاء المشروعات الصناعية، وبتجري عدد من الإجراءات لمساندة هذا القطاع كتوفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع،
وذلك تحقيقا لخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات. هم بيزودوا حجم الصادرات، الحاجات اللي بيصدروها. فمجدي سأل: هل هناك شيء أصبحنا نكتفي به بصناعتنا فقط؟ عم سعيد رد وقال: نعم، مصر حققت الاكتفاء من السكر بنسبة 90 و100%، من الخضروات والفواكه والبيض والأرز، وفي طريقة للاكتفاء من السلع. والله نتمنى يكون كلامه صح يعني. المهم نكمل. يلا، مين اللي كان عايز يقرأ؟ عبد الله تقرأ لي أول سطرين، ومريم السطرين اللي بعده. علق مجدي وأنا سأبني سأبني مصنعا. سأبني مصنعا للبلاستيك ليكون هناك اختفاء زيتي من المواد البلاستيكية. رد عمي سعيدا: سعيد، سعيد، عم سعيد. فغير النشاط، فمصر فغير بها العديد من مصانع البلاستيك، حتى إنها صدراتها من منتجات الإدمان البلاستيكية اللدائن البلاستيكية. البلاستيكية وحققت معدل نمو كبير جدا. بس انا قلت سطرين، ايه ده؟ يلا كملي يا مريم. من اول منتجات اللدائن، منتجات من منتجات اللدائن البلاستيكية حققت معدل نمو كبير جدا. فقط ما عليكم سوى استبدال المنتجات المحلية بالمنتجات العالمية برافو لتنمية لتنمية الايه؟ الصادرات كي نكون دعما للوطن. برافو عليكي. طيب هنا يا شباب بيقول له ايه؟ علقة مجدي: انا سأبني مصنعا للبلاستيك. مجدي طبعا عايز ايه؟ يبني مصنع للبلاستيك. طيب المصنع للبلاستيك ده ايه؟ اللي يكون فيه اكتفاء من المواد البلاستيكية. نعم؟ وكل فرق معدنة أنا جاوبت بس. ما قرأتيش يعني يا يارا؟ أنا قلت أنتي تعبانة مش تقدري تقرأي. أوكي، طيب إيه مصنع؟ عايز يفتح مصنع من اللدائن. اللدائن دي المواد اللي بتتحمل الحرارة. يعني إيه المواد البلاستيكية اللي هي بتتحمل الحرارة؟ زي كده الأدوات اللي يمكن تشكيلها بفعل الحرارة، بتتشكل بفعل الحرارة، تقدر إن هي كمان تدخل إيه الحرارة من المواد البلاستيكية، زي مثلا في أطباق معينة بتدخل الميكروويف، تدخل الفرن. فهو كان عايز يصنع مصنع للمواد البلاستيكية دي، لأن هي حققت معدل نمو كبير جدا في الفترة الأخيرة. فقال له: فقط ما عليكم سوى استبدال المنتجات المحلية بالمنتجات العالمية لتنمية الصادرات كي نكون دعما للوطن. يعني إن إحنا نبدل كل المنتجات المحلية، أي حاجة بنجيبها من بره نستبدلها بحاجة تكون محلية من إنتاج البلد، يعني عشان ده يكون دعم للوطن إن إحنا نستخدم الأدوات والمحلات اللي مصنوعة في مصر. سهل الدرس يا شباب؟ يلا. ما لذ وطاب هو الشهي الحسن، أسمى أعلى الرداء الثوب، بأسره كله وجميعه، الاكتفاء الاستغناء، حق الانتفاع، حق استخدام ممتلكات الآخرين، اللدائن وهو مواد يمكن تشكيلها بفعل الحرارة، غرضنا هدفنا أجل أعظم، احتدام اشتعال واشتداد، تدعم يا تعين. نعم اسمها مش يعني أعلى ويعني أغلى، معرفش معناها إيه، بس في نقطة فوق العين. حبيبي، دي مش نقطة، دي سكون. أعلى، أسمى أعلى، أسمى مكانة، يعني أعلى أوكي مكانة. ماشي يا مروان؟ ماشي. ده سكون، خمسة صغيرة. سكون تدعم تعين، تنمية زيادة، الترفيه، التسلية، على محمل الدعابة، على سبيل المزاح، رويدا، تمهل ولا تعجل، السلع اللي هي البضائع يعني، معدل نمو معناها نسبة زيادة. اكتبوا لي يلا على المعاني دي معاكم في الكتاب حفظ. تمام المعاني أنا هبعت لكم الكتاب بعد الحصة مباشرة تاني على الجروب. ميس، معاني ندخل تاني؟ لما يفصل الزوم هندخل تاني يا شباب. طب ميس، هو احنا مش هنسمع المعاني بتاعت المرة اللي فاتت؟ طبعا هنسمعها، بس ده آخر الحصة لما يفصل الزوم وندخل تاني. تمام حفظتوا يعني المعاني كويس بتاعت الحصة اللي فاتت؟
طبعا جدا. كان مثلا ما كنتش موجود. مين نور ولا مين؟ محمد مجدي. ماشي، اعمل حسابك يا محمد يا مجدي، احنا بنحفظ كل حصة المعاني وبنسمعها في الحصة اللي بعدها وبنتملى كل حصة يا شباب. أول